والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي السوداني. في البداية أرحب بك سيد مجدي، إذا سأبدأ معك ربما من حديث رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن دعمه للحوار الشامل باعتباره ربما المخرج الوحيد من الأزمة السودانية، هل توافقه الرأي؟ اولا التحيه لك والتحيه لمشاهدي قناه القاهره الاخباريه. بالتاكيد حديث نائب رئيس مجلس السياده السيد مالك عقار انا اؤيده جدا، لان الحوار الشامل في السودان هو الذي سيحقق الاستقرار الذي يعني اوصلنا الى مرحله انفجار الحرب هي عمليات الاقصاء التي كانت تمارسها بعض المجموعات السياسيه التي تحالفت مع الميليشيا الارهابيه لاحقا في محاولة اختطاف الدولة. عملية الحوار السوداني هي مجدية، كذلك ننظر لهذه التجربة التي رعتها مصر في فبراير الماضي، الحوار السوداني، ودوما نقول لعل مصر في ذلك الوقت كان منطقها حاضرا، أن السودانيون حينما يتفقون ويكونون السلطة أو حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة تجنب البلاد هذه الفوضى ومزيد من مما جرى الآن بعد الحرب. لكن هذه المجموعات السياسية أرادت فقط أن تختطف المشهد السياسي وتكون حكومة انتقالية على قاعدة صغيرة. كان المنطقة المصري حاضرا أن تكون حكومة على قاعدة صغيرة ربما تنهار وتحدث الفوضى، ويعني ستكون آثار هذا الانهيار على دول جوار السودان وعلى رأسها مصر، وإن كانت بعض الدول تدعم ما يسمى كان بالاتفاق الإطاري سابقا. الآن الفرصة، لأن الحرب الآن لابد أن تكون اعتبار لكل السودانيين، وتكون الآن هذه الحرب يعني درس بليغ جدا لكل القوى السياسية أن تدخل في حوار كامل، خاصة وبالتأكيد أن كل الأطراف اليوم في السودان خسرت الكثير في هذه الحرب سيد مجدي. طيب يعني بمبادرة المجلس المصري للشؤون الخارجية برعاية حوار مدني مجتمعي شامل لا يستثني أحد، وهنا يعني أضع خطين تحت هذه العبارة، لا يستثني أحد، الكل سيشارك في هذا الحوار المدني المجتمعي. أهمية أن مصر لطالما وقفت على مسافة واحدة من كل الأطراف، إلى أي مدى هذا يعزز ربما ثقة المتحاورين وكل الأطراف في القدوم في المشاركة في هذا الحوار والخروج بمخرجات من شأنها إيقاف هذه الحرب؟ بالطبع أن الثقة كبيرة جدا في هذه الخطوات المصرية، وأثبتت التجربة هذه الثقة، لأنه في حوار السوداني في فبراير الماضي عزفت بعض القوى عن الحضور لهذا الحوار، لكنها بعد الحرب هذه القوى التي عزفت وأعلن المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير جاء مهرويا إلى القاهرة، لأنه وجد في القاهرة البيئة الصالحة لحوار سوداني سوداني شامل. والقاهرة بهذه المناسبة لا تتدخل في خيارات السودانيين، القاهرة تهيئ البيئة الصالحة للحوار السوداني، لأن هدف القاهرة هو تحقيق السلام وتحقيق الاستقرار في السودان. لذلك القاهرة لم تتدخل بأي أجندات ولم تتدخل بأي تدخلات في خيارات السودانيين، بل أتاحت لهم البيئة التي أصلا كانت مفقودة داخل البلاد، بيئة التحاور وبيئة الحوار للجميع بلا استثناء. في أي دولة من دول العالم هناك خلافات سياسية وخلافات فكرية، لكن الاتفاق على محددات الوطن، الاتفاق على استقرار الوطن هو الشيء الأساسي. من بعد سيذهب الناس إلى الشعب السوداني ليختاروا ممثليه، الذي يقصي هذا أو ذاك هو الشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع. لكن حتى نصل إلى هذه النقطة لابد للجميع أن يتفقوا على خطوط واضحة ويتفقوا على أساس وطني دون تدخلات خبيثة من أي دولة خارجية. في رأيك وفي عجالة، لأن الوقت ينفذ مني سيد مجدي، وأنت تتحدث عن هذه الخطوط، ما هي أهم هذه الخطوط العريضة؟ ما هي الخارطة التي ربما يبدأ المتحاورون في رسمها من خلال هذا الحوار وصولا ربما إلى ما تحدثت عنه اليوم الذي يأتي فيه السودانيون للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع؟ أول هذه الخطوط هي وضع مصلحة البلاد، وضع مصلحة الشعب السوداني،
بعيدا عن تنفيذ أي أجندات أطماع أو أي أجندات خارجية تحاول إعادة المشهد السوداني بإخضاعه لقوة إقليمية أو قوة دولية. هذه هي الخطوة الأولى، وهذه لابد من توفر الإرادة. ثم إن السودانيين معروفون عبر تاريخهم، وهناك مثل سوداني بالبلد يقول السودانيين حينما يجلسوا إلى الأرض، حينما يجلسوا يقعدوا في الواطة، رب كثير جدا من المشاكل تحل، لكن الأزمة كلها في التدخلات وفي هذه الأيادي التي تعبث وتضع بيادق لها داخل المشهد السياسي السوداني بغرض إخضاع السودان لاختطاف قراره السياسي والاقتصادي. أعتقد إن مصر ستواصل في دورها هذا، وهي لم يعني أبدا لم تتراجع عن هذا الدور، بل تدخلت مصر تدخلات حميدة في لحظات مفصلية في هذه المنعرجات الخطيرة، كما قلت مثل مؤتمر الحوار السوداني، ومثل عقدها لمؤتمر قمة دول جوار السودان الذي حاولت بعض الدول أن تخضع السودان لها في استغلال لبيئة الحرب وحالة الهشاشة التي كانت في السودان. سيد مجدي عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. كنت معي مباشرة من القاهرة.